تابعت تابعت من سورة مريم كده من تابعت من تابعت ما معرفة مجد انفردت نعم انفردت ما شاء الله صح ارتجى ارتجى من اعتبار ارتجى ارتجى حالة لا سبيل إلى مداوة ما شاء الله صح وزهق الباطل وزهق الباطل زال وضو محلة ما شاء الله صح بمصرخي 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 ما شاء الله صح بحالهم 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 ما شاء الله في رحالهم بضاعتهم ان شاء الله صح المثلات المثلات العقوبات الفاتحة لأمثالهم ما شاء الله صح حافظات للغيب حافظات للغيب صائنات للأب ما شاء الله صح آلاء الله آلاء الله نعمائي أو وقائعي ما شاء الله صح نفس الفكر نفس الفكر نفس الفكر حتى نفس الفكر حتى نفس الفكر نعم حتى ترك العمل بما أمره غير واضح لا سائق شراب سائق شراب سائل سهل الانهدار ما شاء الله صح بالوسيد بالوسيد نعم بالمتسم براعيه بالوسيد بالمتسم من الكعبة لماذا؟ متسق من الكعب صح الصدفين الصدفين طرفي بين الصدفين طرفي الجبلين إن شاء الله صح يفرط علينا يفرط علينا أن يعجل علينا بالعقوبة إن شاء الله صح له بتعليم له بتعليم نعم له بتعليم لمختبرين عبادنا ماذا؟ لمختبرين عبادنا ما شاء الله صح يلقى أتاما يلقى أتاما أي يلقي عذابا شديدا ما شاء الله صح بيحا صرصرا بيحا صرصرا شديدة الصوت ما شاء الله صح مكبا على وجهه ساكتا عليه ما شاء الله صح وما تقييد الأرحام وما تقييد الأرحام أي وما تنقص الأرحام ما شاء الله صح طيب الحرف له في القرآن ثلاثة أوجه الحرف 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 له في القرآن ثلاثة أوجه التوابع الأرض المحروسة ثم منطق الولد فما معناه في قوله تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرف هنا الثواب ما شاء الله صح الحرج الحرج جاء في القرآن على ثلاثة أوجه الضيق الضيق الشك الإثم فما معناه في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق ما شاء الله صح بارك الله فيك